وانت فين يا زبوب؟ شكلك ما سمعتنيش. انا بقول كنت فين يا زبيدة؟ انا المرة اللي تخرج من بيت جوزها من غير اذنه وفي انصاص الليالي ما تفرقش عن كلاب السكك اللي بتعشق اي كلب معدي. طب اديني فرصه بس اقول لك. وانا ماسكك ما تنطقي. انطقي. انا كنت في الحسين بصلي الفجر حاضر عشان ادعي لابوك يعني ربنا يفك سجنه. قامت السوارس خبطاكي زي امينه في بين القصرين. صح. لو كررتيها تاني وحياه ابويا زبيده لكن عرضك على الطب الشرعي شوفوك عطيتي فين في غياب ابويا الفتره اللي فاتت. انت فاهمه خروجتك الجايه يا زبيده هتبقى على ظهري. هقتلك يا زبيده لو خرجتي بره البيت. واطيه. ايه يا عيال مالكوا واقفين كده ليه؟ انا كنت بهزر مع امكم. انا سمعت ماما بتصرخ يا سيد. الله، ومن امتى امك ما بتصرخش يا طارق؟ فاهمه يا ورده؟ مش عارفه امك وهزارها ولا ايه؟ ما تقلقش على طارق، طارق دماغه كبيره وفاهم كل حاجه ولا ايه؟ يعني تقولي لي ده اكبر دماغ في البيت كلها. تعالى وانت خش شوف امك كنت قلت معاها في الهزار. تعالى يا معلم تعالى قص. ادي يا عم النسوان. النسوان ده يا طارق عامله زي كلاكس العربيه بالظبط، كل ما تدوس عليه جامد يزمر اعلى. يعني اللي يسمع صوت امك وانا بهزر معاها جوه يفتكرني بضربها. خدها مني نصيحه، النسوان دي ما بيجيش من وراها غير المشاكل. امال انا ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي؟ وانا كمان هتجوز يا سيد. لو النبله تتجوز معلش. لا لو انت اتجوزت اتجوز هنا كمان. لا معلش اتجوز انت الاول. طب بقول لك ايه؟ تيجي احنا الاثنين نتجوز في نفس اليوم؟ طب تيجي ننام واللي يصحى الاول هو اللي يتجوز. ماشي يلا بينا يا معلم. بقول لك ايه؟ عندك عروسه ولا اجيب لك معايا؟ لا هات لي معاك. ماشي ده انا سيد الحشاش ابن فرحات يضربني انا؟ طب والله العظيم لما اتصل بخليك يجي بهدله. هو فاكرني جايه من الشارع ولا ايه؟ فاكر ماليش اهل ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تكبريش الموضوع، هي كبرانه في دماغ سيد خلقه، وخلي اللي بتقولي عليه ده لو عنده مصلحه بشلم مش هيسال فيكي، وهيبقى شكلك وحش اكتر ما هو. يعني ايه بقى؟ حاطه في المهنه والبهدله دي لغايه امتى؟ زبيده القرني بعد العمر ده كله تبقى ملطشه؟ ايه انت بتعملي ايه؟ كان مداد سقع عشان الزرقان يروح، الحق عليا. لا كتر خيرك. تعالي هنا يا بيت. كنت فين لما كان بيلعب كره قدم في وشي؟ ايه؟ ما سمعتيش حتى نونوت قطه تيجي تنقذ امك؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، قلبي غضبان عليكي. روحي قولي يا حبيبتي لجوزك واخو جوزك ان زبيده القرني مش هتسيب حقها ابدا والدنيا دواره. انا هخرج بس مش هقول حاجه. عشان عارفه ان مفيش حاجه في ايدك تعمليها. ربنا يهديكي يما. ابعدي عني يا اختي وانا حابه زي الفل. يلا يا اختي يلا يا بت. ايه ده؟ ايه؟ الزرقان رهيب. يا بت مش يا بت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيد. لا يقبضوا عليك، لا يقبضوا عليك وتاخد تأبيدة يا بعيد. يا ظهري هنا. ايوه يا دوكش ازيك؟ ايه ده انت لسه ما نمتيش؟ يا راجل انت متبلبع ايه؟ هكلمك ازاي وانا نايمه؟ ايه مالك شكلك معطل ليه كده؟ ايوه الواد سيد ضربني وخبط وشي في المرايه وكل جسمي ازرق وضربني قلمين وشدني من شعري بهدلني. يا نهار اسود بزابيز، وضربك ليه ابن الورمه ده؟ عندك بعد صلاة الفجر. هو هيكون عارف انك كنت عندي. ده كل اللي يهمك يا مقبول. بدل ما تسمع ضربني تيجي تهد البيت عليه وعلى اللي خلفه. ونضيع ال 100,000 جنيه. معلش اتقلي. علقة تفوت ولا حد يموت، وقراي المثل يا ستي اللي عايز الدحة. وانا لسه حق.
وانا لسه هخرج واجيلك واتضرب تاني؟ ومين قال بس؟ خليكي عندك وتعالجي براحتك، والحكايه كلها كام يوم، فلوسنا تبقى في حضننا وانا حاسبه واوريه الوش التاني على حق. الوش التاني لسالم الجرحي، هل سالم الجرحي ضابط سابق بجهاز سياسي؟ ام انه نسيب الرئيس السابق؟ ام انه تاجر سلاح؟ ام انها مجرد اقاويل مرسله ومرسلها هو سالم الجرحي نفسه ليزيد من الهاله التي صنعها بنفسه حول شخصه؟ لم اتمكن من تحديد هويته الحقيقيه، ولكن من المؤكد ان الوش الثاني لسالم الجرحي يخفي الكثير من الاسرار عن كيفيه وصوله لتلك الثروه الطائله والنفوذ الطاغي الذي يتمتع به. وانا واثقه أنه وراء جميع الجرائم التي تم ارتكابها في تلك المدينة الساحرة منذ أن وطأتها أقدامه الناجزة، ولكن دائما جرائمه مكتملة الأركان، لا شهود، لا أدلة، لا دوافع ظاهرة. هذا ما نجح في إخفائه طيلة الفترة الماضية، ولكن لن يستمر ذلك طويلا. لقد نجحت في أن أضع نفسي داخل جدران تلك القلعة الحصينة التي يملكها، وأنا في طريقي لكشف حقيقة الوش الثاني لسالم الجرحي. فتشت اوضتها كويس؟ ايوه يا باشا، الاوضه نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص. شوف يا اخي، سبحان الله، البت دي جت لقضاها ازاي؟ قال الواد برع يروح يتمشى مع سيد على الشط فيشوفها هناك بالصدفه. على فكره يا باشا، انا لاحظت ان سيد كان واقف معاها اكتر من مره. شباك على مساء الخير. مساء الخير. انا عارف ان انا جاي على اخر لحظه، معلش، بس معايا 75,000 عايز افتح بيهم حساب النبي. واحنا فعلا فاضل لنا 5 دقايق ونقفل، بس طبعا في خدمه حضرتك. الله يخليكي، الله يخليكي. الاي دي بليز. البطاقه. يا سلام يا سلام، دي يعني واحده دي. اتفضل. ممكن تستريح وهنادي على حضرتك. طب ما تشاوري عشان الحسب بس وكده. استنى. اوكي استنى. طالما هتشاوري وكده خليك كيس معايا بقى. وسع بيه. شوف لي مال بيه فين بسرعه. حاضر يا فندم. طبعا البركه فيكي. لولا انك وصيتي عليا ما كنتش خدت الشغلانه اصلا. واديك يا ستي بيضتي وشي. عموما من هنا ورايح لا تعرفيها ولا تسالي عنها. وتمسحي نمرة تليفونها. وتعملي لها بلوك كمان. خير سعد. اهلا اهلا يا ماهر بيه. ايه الحكايه يا سليمان بيه؟ انتوا الجثث كتران عندكم اليومين دول ليه؟ قصد سعادتك مدربة الايروبكس؟ لا، اقصد الصحفية. الله، ما سعادتك عارف هو يا